الفئة المستهدفة احنا كما كنتشوفوا رانا مستهدفين فئة الأطفال من ذوي الأعمار من 12 سنة إلى فما فوق. كما كنتشوفوا باللي الظاهرة راهي منتشرة بزاف في الآونة الأخيرة، وارتأت المديرية النشاط الاجتماعي باش تقوم بحملة تحسيسية في هذا الخصوص. التنسيق مع الخلايا الجوارية للتضامن قامت راح نقوموا ب جولة أو قافلة تحسيسية توعوية على عدة مناطق من الولاية. أحذروا إذا شفتوا أمر في المدارس المتوسطة واحد قال قدام المؤسسة الأمر تاعو مشبوه راه يوزع عليكم في كاش أمور، ما عليكم إلا تبلغوا الشرطة. نسأل الله عز وجل أن أن أن, أن تكون يعني مجتمعنا كما كانوا إبان الاحتلال الفرنسي، يعني كانوا رغم الضغوطات كانوا لا يلجأون إلى هذه الأعمال. لماذا؟ كانوا يدركون رغم قلة وعيهم، كانوا يدركون لأن الإنسان إذا ذهب عقله فلا يستطيع أن يدافع عن وطنه، فلا يستطيع أن يحافظ على المبادئ وعلى القيم وعلى هذه البنية الإنسانية. فكيف بي ونحن نعيش في ظل استقلال وفي ظل يعني الأبواب تاع الخير يعني مفتحة، يعني نذهب الى هذه المهلوسات حتى يعني نهدر هذا العقل. مديريه الشباب والرياضه مسخره كل امكاناتها من اجل العمليه هذه للتحسيس حول هذه الافه. كذلك المؤسسات الشبانيه بالتنسيق مع مديريه الشباب والرياضه وديوان مؤسسات الشباب راح نقوم كذلك بعمليه تحسيسيه على مستوى المؤسسات الشبانيه، مراكز التكوين المهني. الشباب اللي تبلوا بذي الحاله هو ادمان المخدرات، انهم من الافضل يلتحقوا بالمركز الوسيط لمعالجه المدمنين المتواجد بلاصه عروج، وثم يعرض الحاله تاعو للاخصائي النفساني ثما والاخصائي الطبيب الامراض النفسيه العصبيه لبدايه العلاج. ننصح يعني التلاميذ بخصوص التلاميذ يعني في الجانب المدرسي، يعني ليش تلميذ ولا تلميذه اللي شافت روحها عندها مشاكل نفسيه، باسكو المشاكل النفسيه هي اللي تدفع التلميذ يتعاطى المخدرات. شفت نفسك يعني دخلت في صراعات سواء مع الوسط العائلي ولا مع نفسك، مرحبا بك يعني عند الطبيب النفساني. احنا نقوم بالتوجيهات اذا كان استدعى الامر يبقى عند طبيب نفساني، اذا استدعى الامر نوجهه عند طبيب الامراض النفسيه والعقليه.